بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد البسبوسة ديال الشوكولاط، تتجي اكثر من رائعه. واحد الصوص اللي تيزيدها بنه على بنه، مذاق القهوه. كنتمنى تعجبكم، جربوها وتنجح معكم. بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه ضروري باش دهنوا المول ديالكم، خديت واحد شويه ديال الزبده، دهنت المول، درت انايا المول العجيب وغبرته شويه بالسميده. اي مول تيعجبكم تتفضلوا ديروا، لا ممكن ديروا فرضي صافي تخليوه على جنب. هنايا خديت واحد الكاسرونه، ضفت عليها واحد الكاس مقياس العنبه ديال القهوه المطبوخه، وجوج معلقات كبار ديال السنيده، جوج معلقات كبار ديال الكاكاو المر. بالنسبه للكاكاو المر النوعيه الجيده ضروري تكون باش تجينا بنينه هذا بسبوسه. غنخلط مزيان، نديرو يغلى فوق البوطه، بعد ما يغلى غنطفي عليه ونخليه على جنب. ملي طيب البسبوسه نسقيوها وهي سخونه وهو بارد. هنايا خديت واحد الزلافه، درت فيها واحد رشيشه ديال الملحه، وضفت عليها واحد جوج بيضات، حراره المطبخ، وضفت عليها كاس لاروب ديال السنيده، ونضيف عليها واحد الفانيليا، ونخلط الخليط مزيان بالخلاط اليدوي حتى تذوب هذيك السنيده ونحبس. كما عارفين البسبوسه ما تبغيش تخلط بزاف. صافي دابا غنضيف عليها واحد الكاس لاروب ديال زيت المائده، غنبدل الاناء، جاني مضيق هذا الاناء. صافي بعد ما نبدلو غنخلطها مزيان كما تتشوفوا معايا، وغنضيف عليها واحد الكاس ديال القهوه معصره. بالنسبه اللي ما تيبغيش مذاق القهوه ممكن تستبدلوها بكاس ديال الحليب، ديروه في السيرو اللي درنا في الاول وديروه هنايا في البسبوسه. غنضيف هنايا جوج معلقات كبار ديال الكاكاو المر، ضروري باش تخربلو كما تتشوفوا تيكونوا فيه واحد الحبيبات. غنضيف عليه هنايا واحد الكاس لاروب ديال الدقيق الابيض الفرص، كما شفتوا معايا درت جوج معلقات كبار ونص، ما يعادل كاس لاروب بقياس كاس العنبه. دائما العبار كما شفتوا معايا راه تنعبر بكاس ديال العنبه. غنخلط هذاك الخليط ونضيف عليه واحد شويه ديال الكاوكاو، عفوا ديال اللوز اللي مهرمش، ممكن ديروا كاوكاو ولا ديروا شويه ديال القرقاع على حسب اللي عندكم وعلى حسب الرغبه. بغيتوا تضيفوهم ضيفوهم، ما بغيتوش تضيفوهم على حسب الموجود. وشويه ديال الشوكولاته لا عندكم بيبيت شوكولا ولا مقطع، حتى هما تيزيدوا واحد الاضافه زوينه في هذا البسبوسه. هنايا درت واحد جوج خمارات من فئه 8 غرام، المجموع 16 غرام. صافي غنخلط واحد شويه وغنضيف السميده. هنايا خديت كاس ونص ديال السميده، السميده الرقيقه طبعا. صافي غنضيف هذاك النص ونخلط مزيان وندوز باش نديرها في المول. علاش قلت لكم دهنوا المول في الاول؟ باش ما نخليوش هذيك كما عارفين السميده تتشرب، غيولي لنا داك الخليط ثقيل. دابا المول موجود كما تتشوفوا، القوام ديال البسبوسه تيكون خفيف، تيمشي بوحدو في المول. الا خليتوه كما قلت لكم حتى خلطتو عاد دهنتو المول تتشرب تتولي ثقيله، غتضروا تضيفوا الحليب. صافي هنايا درتها في المول، الفران طبعا راه مسخن من قبل، مشعول من الفوق ومن التحت. دخلتها طيب ربع ساعه وتقلبوها كما شفتوا معايا، درت لي داك العود ديال الشواء. صافي قلبتها هنايا بعد ما طابت في الطبصيل، ودهنتها بهذاك الصوص اللي صوبنا في الاول كما شفتوا معايا. صافي سقيتها مزيان. بالنسبه للسقوه بغيتو تكثروها كثروها، بغيتو ما تكثروهاش ما تكثروش، على حسب اللي بغيتو نتوما. باش نصاوبو الصوص، هنايا خديت واحد نص لتر ديال الحليب، ضفت عليه واحد ثلاثة المعلقات كبار ديال كريم باتيسير، ممكن ديرو نشا الدورة المايزينا، وضفت عليه هنايا جوج معلقات عامرين ديال الكاكاو المر، وغنضيف عليه السنيدة كما شفتو معايا. هنايا غنضيف واحد ثلاثة المعلقات، واحد الساشية ديال فلو مذاق الكراميل، ونخلط الخليط مزيان ونديرو فوق البوطة حتى يغلى ويعقد واحد شوية. ملي غلا وعقد شوية ضفت عليه واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة وحركته مزيان حتى دفى، عاد ضفتو فوق
البسبوسه، البسبوسه راه بردات تماما، عاد ضفت عليها هذا الخليط صافي. غنمشي شويه غنحركه باش ياخذ شكل مستوي على البسبوسه. هذاك الشيء اللي تبقى ليا في الكاسرونه، خديت واحد الفرشاه وبديت ندهنو من الجوانب كما تتشوفوا معايا على الشكل هذا باش نزينها. ممكن ديروا حبيبات الشوكولاط ولا ديروا على حسب الموجود والرغبه ديالكم، تزيني بقى لكم شويه اللوز مهرمش ولا ايفيلي. هنايا انا درت غير الشوكولاط الابيض، نجرته بالموس ودرته، وعندي واحد شويه ديال العقيق درته في الوسط كاضافه. كنتمنى هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. طبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا، واللي انضم للقناه تنقول لي مرحبا والف مرحبا، واللي معايا من الاول تنقول لهم جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله. في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.